إذا كان ولدك مبارك فأنت عزيز ولو لم يكن عندك غيره. أحيانا يبارك الله في ابنة وحيدة تخدم أباها إذا كبر وتقوم بأمره، وأنجبت له أحفادا وهم قرة عين له. وتجد شخصا آخر له من الولد 10 لكنهم في صف واحد كالأعداء لوالدهم والعياذ بالله، يشوهون سمعته بأفعالهم ولا يرى منهم برا ولا يسمع منهم إلا شرا، وكأنه لا يوجد في أعينهم إلا سؤال واحد: متى نرتاح منك؟ يروى أنه في قرية من القرى جاء رجل يبشر 2 بمواليدهما وهما في مجلس الرجال، فقال الأول: أبشر، لقد ولدت لك زوجتك ولدا. وقال الآخر: لقد ولدت لك زوجتك بنتا. أما صاحب الولد فابتهج فرح ونزل في المجلس يرقص فرحا بالخبر. أما الآخر فمن شدة حزن والضيق لف وجهه ورجع إلى بيته. وسبحان الله، دارت الأيام وبعد 20 سنة خرج ابن هذا الذي بشروه بالمجلس، خرج ليصيد في البرية، فرأى شيخ قبيلة من كبار قبائل العرب فسدد إليه البندقية ورماه وأخذ خاتمه وفرسه وطار إلى قبيلته يتفاخر بأنه قتل شيخ القبيلة الفلانية. سبحان الله، سفيه، هذا الابن سفيه من السفهاء. الآن ماذا ستفعل القبيلة الكبيرة التي قتلوا سيدها؟ طبعا ستحارب قبيلة هذا الابن، ستستأصلها عن بكرة أبيها. فاضطرت القبيلة كلها أن تهاجر إلى مكان آخر. فعلا خرجوا جميعا بصغارهم وكبارهم هربا من البطش، كله بسبب شؤم هذا الابن السفيه الذي لا بركة فيه، مع أن أباه كان يرقص فرحا بقدومه. وأما تلك البنت التي وصل خبر ولادتها في نفس المجلس وحزن أبوها على ولادتها، فقد خطبها ملك الملوك وأصبحت عزيزة عنده لدرجة أنه أكرم أهلها، بل وأكرم أهل القرية كلهم، حيث مد لقريتهم الكهرباء ومد لهم الشوارع المرصوفة. فانظر كيف بارك الله فيها مع أنهم حزنوا على ولادتها. ليس الأبناء بكثرتهم ولا بذكورهم، ولكن ببركتهم. فمن هو المبارك من أولادك؟ قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.